قانون جديد الخدمة المدنية هو واحد من المحاور الأساسية لخطة الإصلاح الإداري، اللي هو بيكون يعني واحد من أهم محاور عمل الحكومة الحالية. احنا خطة الإصلاح الإداري بتتبناها الحكومة الحالية ومعلنة ومتاحة بمنتهى الشفافية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بمحاور المختلفة للإصلاح ببرنامج زمني محدد. واحدة من أهم مخرجات خطة الإصلاح الإداري اللي احنا التزمنا بيها هو إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يحل محل القانونين الساريين حاليا، اللي هو قانون 47 لسنة 78 وقانون الوظائف القيادية 5 لسنة 91. احنا محتاجين قانون جديد، مؤكد احنا محتاجين قانون جديد في عدد كتير من الأسباب اللي ممكن نتكلم عنها. في عدم رضا هائل من المواطن تجاه الخدمة اللي بتقدم ليه من الجهاز الإداري للدولة، في عدد كبير من التشريعات، في بيروقراطية، في مركزية، في أشياء كتيرة جدا استدعت وجود قانون جديد. القانون الجديد ليه فلسفة واضحة جدا، الفلسفة بتقول إن أنا بنظم مش بنظم أحوال العاملين المدنيين في الدولة زي ما هو القانون الحالي ده اسمه، نظام العاملين المدنيين في الدولة. أنا بتكلم على قانون جديد اسمه الخدمة المدنية، لأن الهدف النهائي هو تقديم خدمة محترمة ويرضى عنها المواطن في كل أجهزة الدولة، وبالتالي الفلسفة دي انعكست الحقيقة في كل مواد القانون، بدءاً من دخول الخدمة. يعني الشخص عشان يدخل الخدمة لازم هيكون بنظام تعيين بمسابقة مركزية شفافة بتكون على الكمبيوتر، ما فيهاش عنصر بشري، تدخل عنصر بشري، فبتقضي أو بتحد بشكل كبير جدا من كل أشكال الواسطة والمحسوبية اللي احنا كنا بنعاني منها في التعيينات في الجهاز الإداري للدولة. بيبقى في قسم بيقسمه الموظف قبل ما يستلم عمله وقبل ما يترقى، فده بتعيد الهيبة للوظيفة العامة، وإن إحساس الموظف بمسؤوليته أمام الوطن وأمام الله وأمام المواطن. الحاجة التانية إنه بيلتزم بميثاق شرف أو مدونة سلوك، إحنا موجودة ومتاحة دلوقتي على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنتشرة في كل أجهزة الدولة، بحيث إن هو الموظف كان بيوقع عليها وبيلتزم فيها وتبقى جزء أساسي من تقييم أداء هذا الموظف. قللنا بشكل كبير المدد البينيه اللي كان بيعاني منها الموظف العام، ان هو بيقعد 8 سنين علشان يترقى مثلا من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، دلوقتي بنتكلم على مستويات اكتر للوظيفه ومدد بينيه اقل، يعني بنتكلم على 3 سنوات بدل من 8 سنوات. فالموظف بيشعر ان هو في حاله ترقي دائم، بياخد علاوات ترقيه مختلفه عن العلاوات اللي احنا الهزيله اللي احنا بناخدها في وفقا للقانون الحالي، بيبدا من 1.5 جنيه تنتهي ل 6.25 جنيه في الاعلى. وكيل وزاره في الدولة بياخد علاوة ترقية 6.25 جنيه لما ترقى، كلام ما يصحش الحقيقة. فبنتكلم على هيكل أجور، جدول أجور مختلف بيصحح التشوهات اللي موجودة اللي بنعاني منها كلنا في الأجور في مصر. بدل ما عندنا 20% أجر أساسي و 80% أجر متغير، دلوقتي بنتكلم على 80% أجر أساسي و 20% أجر متغير، وبيرتبط بالأجر الأساسي الكبير ده علاوة الترقية اللي هتكون ما بتقلش عن 5% من الأجر الأساسي. فده كله هيحسس المواطن، لكن في المقابل بطلب من المواطن ان هو يرضي بطلب من الموظف ان هو يرضي المواطن ويحاسب، وبالتالي اسلوب التقييم هيبقى فيه جزء يعني رضا المواطن عن الخدمة اللي انا بأديها كموظف عام، ودي هتأثر عليا بشكل كبير سواء في الترقي او في الحصول على علاوات. لا، احنا ناقشناه في مجلس الوزراء الاخير، وان شاء الله يعني بيستكمل المناقشه في الجلسه القادمه، وبنتوقع باذن الله يقرر من مجلس الوزراء في الجلسه القادمه، ثم يذهب لمجلس الدوله وعلشان بدء اجراءات الاصدار رسميا، يصدر به قرار جمهوري بقانون باذن الله. لانه اعتقد من القوانين ان شاء الله هتحقق، انا في تقديري معادله صعبه، ان الموظف هيبقى سعيد بتطبيق هذا القانون وبيعالج كتير جدا من السلبيات اللي بيعاني منها، وفي نفس الوقت المواطن هو الهدف النهائي، وبالتالي المواطن كمان هيشعر بفرق وتحسن كبير جدا في الخدمة المقدمة ليه من الموظف العام.